سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. بطل حلقتنا اليوم هو أحد المستثمرين والمقاولين السوسيين المغاربة الأحرار، معروف طول حياته بكلمة واحدة أغراس والمعقول. بطل حلقتنا اليوم أو الشخصية اللي غنتحدثوا عليها بدأ من الصفر، جاء من البادية ووصل القمة. بطل حلقتنا هو عمر التيسير أو المعروف بعمر نص بلاصة. زاد عمر التيسير الملقب بعمر نص بلاصة في أحد الدواوير بجماعة تمانير تابعة المنطقة حاحة بإقليم الصويرة واللي ما بعيداش بزاف على مدينة أكادير في الثلاثينيات من القرن الماضي. عمر نص بلاصة اللي واجه ظروف صعيبة وتحدى قساوة الحياة وتسلح بالتحدي وقرر أنه يقفز فوق كل الحواجز الطبيعية وكذلك الحواجز البشرية، حيث في السن ديال 12 سنة غادي يبدأ حياته في عالم البيزنس والتجارة، حيث غادي يطيح لي واحد الفكرة، أي أنه غادي يمشي عند النساء ديال القرية وغيعفيهم من التنقل إلى السوق ديال تمانير وكذلك إلى الأسواق المجاورة باش أنهم يبيعوا البيض ديالهم. كان كيشري عمر البيض من عند النساء ديال القرية وما كانش كيدفع لهم ثمن ديال هذاك البيض، حيت كان عمر معروف بأغراس غراس وبالمعقول ديالو اللي هو الرأس المال الحقيقي ديال عمر نص بلاصة واللي قدر يكسب بها ثقة ديال النساء ديال القرية. هالتجارة ديال البيض غادي تشجع عمر نص بلاصة على التوسيع ديال النشاط ديالو، حيت في ظرف قصير غيولي من تاجر ديال البيض للتاجر ديال البيض بالجملة، وهو المزود الرئيسي للأسواق ديال تمانير وسميمو والنواحي ديالهم لمادة البيض. اللقب ديال نص بلاصة مجاش اعتباطيا، كيرجع لأن عمر كان ضعيف البنية وحيت كان مصر باش يتنقل من بلاصة لبلاصة في الكيران اللي كتنقل ما بين الأسواق ديال تمانير وسميمو والنواحي المجاورة ديالها. وكيف ما قلنا فعمر كان ضعيف البنية، ما كانش كيخلص بلاصة كاملة، كان كيخلص غير نص بلاصة للسائقين ديال هاد الحافلات والنص البلاصة الأخرى كيبيعها لشخص آخر. من هنا جاء الاسم ديال عمر نص بلاصة، حيث كان كاع السائقين ديال الحافلات والكورتيات والريسيفرات كيعيطوا ليه غير بعمر نص بلاصة. عمر نص بلاصة اللي غادي يقرر انه يغير تجارة ديال بيع البيض وغادي يشتغل في مجال آخر. هنا غادي تجي واحد الفكرة انه غادي يبدا يجمع الحجارة اللي كاينة في المنطقة بدل جمع البيض عن النساء القرية، حيت غادي تجي واحد الشركة فرنسية اللي غادي تكلف بناء طريق اللي كتربط ما بين تمانير بمدينة أكادير. هاد الشركة اللي كانت محتاجة لكمية كبيرة من الحجارة باش تستعملها في بناء هاد الطريق. هنا غادي تجي لعمر تيسير هاد الفكرة، عمر اللي غادي يجمع الشباب ديال الدوار ديالو وغادي يشرح لهم الفكرة مزيان وكذلك غادي يشرح لهم المشروع ديالو. هنا غادي تبدأ الخطوة الأولى من مسيرة 1000 ميل ومن مسار كبير في ميدان المقاولة اللي غادي تخليه واحد من أكبر رجال الأعمال والبناء في المغرب. غادي أسس عمر التيسير الملقب عمر نص بلاصة المقاولة الأولى ديالو وغادي يبدأ المشروع ديالو بماتريال صغير. هذا الماتريال اللي كان متخصص
في البني وغادي يشري واحد الشاحنة باش ينقل بها الماتريال وينقل بها الحجارة وينقل بها كذلك العمال اللي كانوا كيشتغلوا معاه، وغادي يقرر يبدأ الاشتغال في بعض المشاريع الصغيرة. كانت هذيك الشركة الفرنسية طلبته أنه يشتغل معها، إلا أن روح المقاول اللي كان عند عمر خلته أنه ما يرفض هذا الطلب ويبدأ المشروع دياله. كيف ما قلنا، فعمر بدأ بمشاريع صغيرة وكذلك بدأ بلا سوتريتونس كيف ما كنسميوها في ميدان المقاولة، أي أن بعض الشركات الكبرى كانوا كيدوزوا ليه بعض المشاريع اللي صغيرة ديالهم باش عمر هو اللي يتكلف بها. غادي يمشيو بالضبط نهار 29 فبراير 1960، هذا التاريخ اللي ما كينساوش الناس والساكنة ديال مدينة أكادير. غادي تستيقظ مدينة أكادير على فاجعة الزلزال، هذا الزلزال اللي كان مدمر للمدينة. هنا كأي رجل وطني وكأي مقاولة مواطنة، هنا غادي ينخرط عمر نص بلاصة بالشاحنة اللي عنده بالمعدات اللي عنده، وغادي يبدأ في إزاحة أكوام التراب وأكوام السماء اللي كانوا فوق الناس اللي مشاو في الزنزال، وغادي يشتغل بجانب أفراد القوات ديال الجيش المغربي في عملية إنقاذ العالقين في الزلزال. من بعد غادي يساهم في أشغال إعادة إعمار مدينة أكادير اللي غادي يخليه يحظى باستقبال ملكي في ذاك الوقت. وهنا غادي ترتفع الأسهم ديال عمر تيسير، وغادي يشري أسهم شركة فرنسية متخصصة في البناء، وغادي يقتحم كذلك مجالات أخرى. المقاولة ديال عمر نص بلاصة غادي تنافس أكبر الشركات الفرنسية، وغادي يفوت ليه الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه مشاريع خارج المغرب، حيث المقاولة ديال عمر تيسير هي اللي غتكلف بناء الجامع الكبير في العاصمة الغينية كوناكري، وغادي يبني الجامع الكبير بداكار في السنغال، إضافة أنه غادي يتكلف بناء القصر ديال عمر بانغو في الغابون، إضافة إلى مشاريع أخرى كيف ما قلنا في عدة دول إفريقية. ما غاديش يقتصر العمل ديال عمر نص بلاصة في المجال ديال الطرق والمساجد، بل غادي ينخرط في تشييد منشآت كبرى كالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وغادي يجيب شركة صينية متخصصة في بناء الملاعب باش تبني الملعب ديال مدينة الرباط اللي هو مركب الأمير مولاي عبد الله. وكانت المقاولة ديال عمر تيسير من الأوائل اللي وظفوا التقنيات والسواعد الصينية في المغرب. في نهاية شهر أبريل من سنة 1979 غادي يتعرض عمر تيسير لحادث خطير، منين غادي تلوى ليه رجلو وهو طالع للمكتب ديالو، وغادي يطيح من الفوق لتحت وغادي يتكركب في الدروج. هنا غادي يطيح راسه على الأرض وغادي يدخل في غيبوبة لمدة كبيرة، وغيتم نقله على وجه السرعة لأحد المصحات بمدينة الدار البيضاء، ولكن الحالة الصحية ديال عمر تيسير ما تحسناتش، وغادي توفى عمر نص بلاصة أو عمر تيسير نهار 26 ماي 1979، وغادي تدفن مقبرة الشهداء في موكب جنائزي مهيب، وغادي ينتهي أسطورة رجل عصامي تحول إلى أحد بنات المغرب فيما بعد الاستقلال. سيدنا حلقتنا ديال اليوم سالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. خليت لكم لهنا والراحة. ما تنسوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.